هو ايه اللي يخلي منشئ محتوى قاعد للساعة 4:30 الفجر بيعمل فيديو؟ اكيد هدفه الربح. ما انا وانت داخلين اليوتيوب علشان نرفع من دخلنا بعد الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم والازمات اللي بيمر بيها الشباب، انا وانت الله يكون في عوننا. بس انا جاي اتكلم مع حضرتك النهاردة عن الربح من اليوتيوب من المعلنين، يعني مش هتكلم اطلاقا عن داعم سوبر سانكس، سوبر شات، ملصقات عجيبة، انتساب، انا مش هتكلم عن دول، انا هتكلم عن الربح من المعلن. وبما ان انت منشئ محتوى فانت ليك دور كبير جدا في الربح من اليوتيوب، لان المعلن ده بيستهدف محتواك، وانت عندك 3 حاجات مهمين جدا من خلالهم بتقدر تكسب ارباحك. لو جينا دخلنا على الارباح وبصينا على الارباح ونزلنا تحت كده مع بعض، هنلاقي الفيديوهات والشورتز والبثوث المباشرة. انا النهاردة مش هتكلم عن الفيديوهات اطلاقا، انا جاي اتكلم مع حضرتك عن الشورتز والبثوث المباشرة، وجاي اتكلم بشكل واضح وبسيط من خلال الاعلانات وليس السوبر شات او الاشتراكات الداعمة. انا جاي اتكلم على ايه؟ على الاعلانات اللي بتظهر في صفحات المشاهدة البرة، اللي ما بتدخل على اي فيديو بتظهر لك برة، انا جاي اتكلم عن دي. انا هنا في البث المباشر ده لو جيت دخلت على احصائيات قناة المتوحد فكرة في اخر 48 ساعة او اخر 28 يوم، اقصد في اخر 28 يوم، وجينا على المحتوى ودخلنا على الفيديوهات القصيرة، هنبص ونشوف انا جبت 40,000 مشاهدة من الفيديوهات القصيرة، 40,000 مشاهدة، ومع ذلك ارباح الفيديوهات القصيرة لو جينا بصينا عليها 30 سنت، نص دولار من 40,000 مشاهدة. الموضوع بعيد، بعيد جدا مقارنة بس المباشر اللايف اللي بتعمله تقريبا لمدة ساعة 32,000 مشاهدة، ولكن الارباح كانت 21 دولار. لازم تكون عارف وتقارن مقارنة واضحة، ما تجيش تقولي الفيديو القصير بيتعامل في ثواني، لا، الفيديو القصير بياخد منك نص ساعة تقريبا، البث المباشر ممكن ياخد معاك نفس المدة، خصوصا ان البث المباشر مش بيحتاج من حضرتك مونتاج، بس نت قوي وتقدر تتكلم مع جمهورك بشكل مستمر وشكل دائم، وكمان بيعمل تفاعل اكتر، وده وجهة نظر الشخصية. لو انت مفكر وباصص بينك وبين نفسك على مجرد المشاهدات والسهم الاخضر والمشتركين والمعجبين والحاجات دي، فحضرتك مش هدفك ربح، هدفك عدد مشتركين وعدد مشاهدات، وده اللي انا ضده من البداية. يعني انا شايف ان اليوتيوبر داخل اليوتيوب علشان يكسب، مش داخل علشان ياخد عدد مشتركين، يعني انا ما باخدش على كتفي عدد مشتركين، او اخر الشهر بيجي لي المحصل بتاع الكهرباء اقول لي يا متوحد حد فلوس الكهرباء، اقول له معلش يا فندم انا عندي 1,000 مشترك ينفع تاخدهم؟ لا، ده بياخد مني فلوس التكييف والكهرباء والانترنت، هل الانترنت بيجي حصل مني مشتركين ولا بيحصل مني فلوس؟ فعلشان كده منشئ المحتوى هدفه من اليوتيوب ارباح، والنتيجة قدامك مقارنة بالفيديوهات القصيرة ومقارنة بالبث المباشر في قناة متوسطة 100,000 50,000 بناء على استخدامي واستهدافي من البداية، كانت الفيديوهات القصيرة غير مرضية اطلاقا ليا نفسي. واعتقد ان اي حد ليه جمهور في الفيديوهات القصيرة بيعمل بثوث مباشرة او هيفكر يعمل بثوث مباشرة، انا بقولك ان ارباحك هتكون اكتر بكتير جدا، خصوصا بعد تحديث نوفمبر 2023 اللي هو شهر 11، اليوتيوب قرر ان هو يشيل من الفيديوهات اللي اكتر من 8 دقايق الفواصل الاعلانية، وقرر ان تبقى موجودة على البثوث المباشرة. يعني لما تيجي تعمل بث مباشر علني كده وتيجي تفعل بالفعل خانة تحقيق الربح وتروح تعمل تعديل وتعمل تفعيل لخانة تحقيق الربح، بيجي لحضرتك هنا السماح ان حضرتك تحط فواصل إعلانية كل 6 دقايق، يعني في البث المباشر بيظهر إعلانات لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ودي أنا جربته بشكل مستمر على بثوث مباشرة كتير جدا، لدرجة إن أنا الأر بي إم عندي في البثوث المباشرة 2 دولار، يعني أضعاف
من الفيديوهات واضعاف مضاعفه 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 من الفيديوهات القصيره. اكتب لي تجربتك في البث المباشر، اكتب لي تجربتك في الفيديوهات القصيره، اكتب لي تجربتك في الفيديوهات العاديه من الارباح. انا شايف ان الارباح الفتره الاخيره بدات تزدهر شويه، يعني لو جينا بصينا على ارباح الاعلانات من الفيديوهات بدات تعلى. الاول كان الموضوع 12 و10 دولار، الفتره الاخيره بدا الموضوع يضرب 18 دولار وترجع ارباحنا القديمه تاني. هل ده بسبب تحديثات اليوتيوب ولا بسبب انتهاء السنه؟ لان لازم تكون عارف ان شهر 9 و10 و11 و12 تعتبر من اهم الشهور بالنسبه للمعلنين، لان المعلنين بيكثفوا اعلاناتهم على القنوات. فهمتني؟ لقطتها؟ انا بقول لك الجطها وافهم الدنيا ماشيه ازاي. انا بقول لك بما يرضي الله، هتجرب تجربتك، تقف قدام نفسك، تطلع بثك المباشر، تمسك ورقه وقلم، انت عملت كام مشاهده من البث، عملت ارباح قد ايه، كان في مكسب، كان في عائد، اوكي، لقيت الموضوع جايب همه كمل، لقيت الموضوع مش جايب همه خليك زي ما انت فيديوهاتك قصيره، خليك زي ما انت فيديوهاتك، لكن البثوث المباشره مهمه جدا انك تجربها الفتره اللي جايه. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب اللي يوضح لك ان في ارباح حاجه اسمها سوبر شات مهمه جدا قادر تحقق بيها ارباح، وسوبر سانكس وملصقات عجيبه واشتراكات وحاجات حلوه جدا ممكن تكسب بالفعل من جمهورك كداعمين. ودي انا مجربها، دي 15 دولار و131 دولار من السوبر سانكس سوبر شات ملصقات عجيبه الحاجات دي. اما خلاصه الشورتس فانا ما خدتش منها اي حاجه. يعني عايز اقول لك ان ارباحي 11 سنت من فيديو جايب كام؟ جايب 20,000 مشاهده تقريبا، 15,000 مشاهده. علي العوض ومن العوض وخدنا مشتركين، ولكن هنوديهم فين؟ مش عارف. شكرا.